اليوم حنا في هذه التظاهرة الأولى من نوعها، وهذه التظاهرة هذه هي المبتغى منها، مبتغى منها وهو التواصل مع المواطن الزبون، تاليا التواصل مع الحرفيين، الحرفيين في القطاع، التواصل مع الزبون بحيث بأنه المجموعة ديال اللي عرضوا والشركات اللي عرضوا واللي كيعرضوا المنتوجات ديالهم هما شركات اللي محترمين المبادئ ديال الالتزام، أي المبادئ اللي كتراعي بالجودة بالشفافية وبال يعني البناء المستدام. وهذا كما كنشوفوا بالتواصل بأنه في هذه المناسبة هذه راه قاموا اللي كيعرضوا واحد المجهودات كبيرة، لا من ناحية الثمن، لا من ناحية الاقتناء، لا من ناحية حتى الطريقة ديال الاقتناء، يعني لي موداليتي دو بايمون. بالنسبة للمبتغى الثاني وهو ما يخص طاولات المستديرين واللي غادي يكون كما كتشوف غنية هذه التظاهرة باللقاءات واللي كطرح عدة مشاكل اللي حنايا كمنعشين عقاريين كنرغبوا باش تكون نزولوا الضبابية عليها، وهو تحديد الجودة وتحديد المسؤولية في البناء. ثانيا بغينا تقرب للزبون باش غنحطوا واحد الدليل الاقتناء، دليل الاقتناء اللي غادي يخرج من التوصيات ديال هاد ان شاء الله هاد التظاهرات. بالنسبه في اطار المسؤوليه الاجتماعيه ديال الاف ان بي اي، اعلنتوا على توقيع اتفاقيه شراكه مع احدى الجمعيات ديال اللي تتعتني بالاشخاص دون مأوى. تماما، اليوم تم التوقيع على انشاء واحد المعهد للتكوين، ماشي للسكن، للتكوين للناس اللي هما بدون مأوى. وهذه الجمعيه هذه قمنا معها بواحد واحد البرمجه ديال واحد لو سونتر يعني اللي غادي يكون فيه التكوين، وكنتمناو باش هذا التكوين هذا يكون اما سيرتيفيون ولا ديبلومون، يعني انه هذا السيد هذا اللي بدون مأوى ماشي كنقلبوا على المأوى، كنقلبوا اولا على العمل. وهذا الشيء هذا يعني الحمد لله في الفيدرالية كنحسوا بانه بالواجب ديالنا تجاه العمليات اللي هي كتهدف يعني التضامن الاجتماعي من جهه، وكسبيل المثال راه حنا درنا بعض الاحصاءات، راه يعني المرافق العموميه راه حنا كنقوموا بالانشاء ديالها وبالغين تقريبا واحد 50 حتى 60% اللي كيقوموا به المنعشين العقاريين، مرافق اداريه، مرافق للصحه، مرافق للتعليم، مرافق يعني كل المرافق كلها راه كيقوموا بها المنعشين العقاريين، وهذا الشيء اللي هو داخل في التضامن ديالنا والمسؤوليه ديالنا وواعيين بها.